تفتحش ماتش عمرك صح. اقول ايه بس يا كابتن محمد؟ طب اقول ايه الاول قبل الماتش؟ يعني مبروك عليه، اقول له مبروك بس مبروك. يعني قبل الماتش ماتش فيصل بين الاسماعيلي والاهلي يعني كده خلاص احنا مش فرقه بقى، احنا فرقه بقى في كوكب ثاني. خزان بس انت لعبت المباراه يا كابتن محمد، كل فرصه على ال 18 يكسبوا ماشي، ويكفي ان النادي الاهلي اللعيبه بتاعتهم بيتحايلوا علينا في الملعب، دي يكفي. بيتحايلوا عليك في الملعب؟ طبعا بيتحايلوا علينا عشان على كلامك. طبعا مش هقول اسماء، تصريح على كلامك مش هقول اسماء، بس هم يكفي دي. النادي الاهلي العظيم اللعيبه كانت بتعيط في الملعب ويقولوا عشان خاطرنا، والحمد لله لاخر دقيقه بنلعب بشرف. وفي حاجات بقى الحكم مش قادر اتكلم. شايفك زعلان؟ انا زعلان، انا زعلان على الجون الاولاني بس، والله العظيم والله العظيم انا ما تفرق عندي الاهلي ياخد الدوري، الاهلي يكسبنا، الاهلي ما يكسبناش، والله العظيم عادي جدا. وهم يعني هم النادي الاهلي يعني عادي يكسبوا ما يكسبوش ما تفرقش معانا احنا كفرقه اي حاجه، احنا بنادي اداء كويس وخلاص. بس انا تعليق الوحيد على الجون الاولاني والكابتن كمال ريشه، يعني الكابتن يعني الراجل زيني بيديل اثنين، والله العظيم زيني بيديل اثنين، ورحت له وانا رايح في ساعه المشكله اللي حصلت واللعيبه اتلمت عليه، والله قلت لي الكابتن محمد ابو تريكه، قلت له كابتن محمد الكره فاول ولا لا؟ قال لي والله فاول. يعني كابتن ابو تريكه قال لك والله فاول؟ والله العظيم قال لي والله العظيم فاول، والله قال لي والله الكره فاول. وحضرتك انت سجلت معايا؟ سجل معاه واساله، انا مش هقول لك اكتر من كده، والله العظيم زائقني، ولو ما زائقني ما انا هلعب الكره بدماغي بس انا مش لكن الاهلي كسب الف الف مبروك، وعقبال ما اخد الدوري دي ما تفرقش معايا انا كلاعب. غريب حافظ قال لي ان لعيبه الاهلي كان بيجي يتحايلوا عليك ولا النبي يسيبونا. حصل يا كابتن، حصل والله العظيم في الملعب على مسؤوليه احمد مصطفى، والله العظيم حصل في الملعب، والله العظيم من احمد السيد ومن شادي محمد ومن احمد حسن ومن اسامه ما اسامه حسني. وبعد طلع في الطرق ما بين الماتش، اللعيبه بتاعت الاهلي متنرفزه، احمد حسن.